وننتقل الى معالي الوزير اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبيه. اهلا وسهلا بحضرتك معالي الوزير. اهلا استاذ، اهلا استاذ اسامه، ازي حضرتك؟ ازي صحه يا فندم. اخبار النهارده ايه يا فندم في القليوبيه؟ لا الحمد لله، الله يا فندم، العمليه الانتخابيه ماشيه بخير الحمد لله، يعني امبارح والنهارده طبعا هذا كثافه يعني اكثر الحمد لله، ولسه احنا على وشك بقى نقفل ان شاء الله باذن الله، ناخد تمام بالاغلاق اللجان باذن الله. والناس لكن عاوز اقول اتفضل يا فندم. لا يعني عاوز اقول الحقيقه طبعا ان احنا استعدينا الحقيقه الانتخابات دي كويس قوي في الفتره السابقه من ناحيه المرور على اللجان الفرعيه والمقاعات الانتخابيه واللجان العامه. حصل تنسيق الحقيقه متميز فعلا مع القوات المسلحه، مع الشرطه، مع المديريات الخدميه كلها عندنا، خصوصا الصحه، الشباب والرياضه، المجلس القومي للمراه، التضامن الاجتماعي. تم المرور على اللجان بقول في الفتره السابقه دي، وتاكدنا من الاجراءات الاحترازيه والوقائيه، الاجراءات برضه تامين اللجان، تجهيزها الحقيقه لاستقبال الساده القضاة والمعنيين بتوعهم والناخبين. لا الحقيقه وكنا بنمر طبعا اثناء اللجان امبارح، اثناء عمل اللجان واستقبال الناخبين، كان في برضه الحقيقه تميز الحقيقه في الاجراءات الاحترازيه، كانت الكمامات موجوده بكميات وافيه فعلا عشان المواطنين اللي هم يعني بيخشوا من غير ساعات كمامات، لكن كان نسبه كبيره جدا الحقيقه الحمد لله ملتزمه وكان بتخش بالكمامات فعلا يعني. عظيم. وخلاص بقى الدقائق المتبقيه دي وهتم الاغلاق خلاص ويبدا الفرز، كل حاجه في مكانها ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله كل الامنيات بالتوفيق مع الوزير اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبيه. سريعا نروح